انا قبل ما استكمل معاك حواري عندي فضول اعرف الصوره اللي خلفك، الصوره دي صوره مين؟ الصورة دي هي صورة جدي، وده أنا حد بحبه جدا وهو عزيز على قلبي وهو حياتي كلها، وهو للأسف توفى. فيعني أنا دايما بحب صورته تبقى معايا في كل الأماكن، مش بس في البيت، في العربية، ممكن حتى لو رحت في أي مكان، حتى في النادي، في غرفة الملابس، حتى في اللوكر بتاعي بتبقى موجودة. قرأت عنك أثناء البطولة وسمعت لقاءات ليك، وانت كنت قبل ما توصل لهذا المستوى، المستوى مع منتخب كاب فيردي أو مع فريقك الحالي، مريت بظروف صعبة جدا، مريت بظروف طفولة صعبة جدا. إزاي الظروف ديت أثرت في شخصيتك وخلتك بهذا المستوى الرائع جدا؟ ده حقيقي. من الواضح ان انت قاري كويس جدا يا كريم، وده يشرفني ان انت تعرف عن حياتي، زي ما انا ببقى مبسوط ان انا دايما اتابع حياتي. كانت صعبة شوية لاني ما كانش حد في اسرتي مؤمن بيا كلاعب كورة. انا كنت من اسرة متوسطة، وكان دايما هدفنا ان زي اي بيت ان لازم الطفل يطلع يدرس ويروح المدرسة ويخلص ويحاول ان هو يشوف شغل بالنسبة له عشان يساعد الاسرة. وكان بالنسبة لنا اني انا العب كورة، او كان بالنسبة لوالدي ووالدتي ان انا العب كورة، ده كان شيء ممكن يعطلني ان انا ممكن في دراستي او في شغلي، ولكن انا حققت اللي انا كان نفسي فيه واستمريت لغايه ما بقيت بالمنظر ده. مرحله من المراحل انت كنت متواجد في مانشستر يونايتد، وسمعنا وده كان بترشيح من السير اليكس فريكسون، ممكن تحكي لنا الحكايه ديت تفصيلا؟ بالفعل طبعا، ده ان انا اكون في مانشستر دي حاجه ممتازه، ودي حاجه تشرف اي لاعب كره قدم. فريق كبير طبعا بيضيف كتير للعيبه. اول ما وصلت المكان انا كنت خايف زي اي حد ممكن يخاف ان هو داخل فريق كبير زي مانشستر يونايتد، ولكن برضو التجربة اللي انا بجربتها والحقيقي ان انا كنت مبسوط جدا، والحاجات اللي انا حققتها بتخليني دايما اكون متقدم، وتخليني دايما اكون واثق ان انا اقدر اضيف لفرق كبيرة زي مانشستر يونايتد واي فرق في العالم كلها انا ممكن اتواصل والعب معاها. مانشستر يونايتد فريق عالمي زي ما انا قلت في البداية، ومش بس يعني اللي ممكن يجيله الشرف انه يلعب هناك، اي لعيب كبير في العالم كله يتمنى انه يلعب في مانشستر يونايتد زي اي فريق تاني اوروبي.